فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. في الحلقة الماضية وقفنا على ما ذكر المؤلف رحمه الله من ثبوت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى. قال رحمه الله: وقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ينكر أن يكون صلى فيه لأنه لم يبلغه ذلك، واعتقد أنه لو صلى فيه لوجب على الأمة الصلاة فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر الشيخ رحمه الله ثبوت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس ليلة الإسراء، بيّن أن من أنكر ذلك، يعني أنكر، لم ينكر الإسراء والمعراج، وإنما أنكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كحذيفة بن اليمان، هو معذور، لأنه لم يبلغه الحديث، لم يبلغه الحديث، ولو بلغه لم يكن له أن يخالفه رضي الله عنه، فهذا من باب الاعتذار لحذيفة رضي الله عنه. والحجة فيما ثبت لا فيما قاله أو رآه الصحابي، إذا كان يخالف ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعتذر له بأنه لم يبلغه هذا النص